هلال أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال؟ بنياتي صحة رمضانكم وجديروا كي تجيوا تبداوا تصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم مش حندير لهم اما مش راح ندير لكم اليوم راح ندير لكم رولي هايبك بالجاج واللحم. يعني كلش غالي برا جبت لكم وصفه كلش غالي جبت لكم وصفه سهله مهله بالجاج. اليوم مش راح نديروا مش فيها كامل المكونات اما اليوم في هذا واش الشامبو شامبو هنايا درت شويه زبده وشويه زيت على بالكم على هالبنات راح تقلي لي شامبينيون راح نقليوهم البنات في الزبده. ايوا نقليوهم في الزبده. ها انا ني حكمه هذه وقلت فوق بسرعه دبختوني. هيا رجعي هنايا حطي فوق البران. ها روحي يما واش فيه كامل نديروا البصله نديروا البصله ما كامل هاهي ديروا البصلة هذه بزاف خي هاي بزاف قلت الأمل بزاف ديروا البصلة نزيدوا الجامبو هاهو نزيدوا الزنجبيل الزنجبيل راس الحانوت كزبر فلفل عكري فلفل الكحل ربطة نتاع المعدنوس وحده تاع الرنت وحده تاع الرنت. عندكم جامبو البنات راح نديرو نص نديرو نص هاك نديرو شامبو نديرو نص. المرقه تاعنا راح تجي مرقه بيضاء بالزيتون اي باش ما يكونش مالح. هاي نحتاجو شويه فيونداشي رجل تاع الدجاج اللي في العائله كبيره دير زوج رجلين. نحتاجو الفرماج لانه راح يجينا رولي رولي. هاي احنا رمنا لي شامبينيون تاعنا ما تقولي لهم فيطر خلاص اي قرصلني قرص قرصي قرصلن قرص الفطر متى هي وين تشربش الشامبينيون عرفتي ناس اللي قرصلن. هاي راح نلوحوا البصله تاعنا نزيدوا البصله خلاص هاي بزاي على بالكم على راح تجينا مرقه بيضاء بالزيتون ما نديروا لا لحم لا دجاج. الدجاج رايحين للرولا راح احرك سدينا العبداويه دوختني ساره اليوم قلت لها ديري لنا مقدمه تكون شويه مليحه قلت لها ما تعودي تقولي ديما صليوا يا بناتي النبي عليه الصلاه والسلام كل ما تبداو الطبخ نتاعكم الواحد يقول بسم الله باش تكون البركه في الماكله. شوفي مانيش نحشم شويه حتى نتعوج قالت لكم نحشم على بيعه ما نعرفش نهضر لا كي مع بناتك نحشم حتى نتعوجت. لا تهضري نورمال ما فيهاش عيب الهضره بشوي حتى يتعلم العبد واش ديما يقعد ما في فرد هي يتعلم العبد بشوي تحشمي اليوم الغدوه هي مالوحي لي زيبيس. حلي الجامبو هذاك همين هذو شليناهم هكاك هاويد هذوك انت حلي جامبو هاتي باش هذيك اللي كاتش ريحه حلا ها ما تفرش الملحه ايه الكاتشي مالحه اليوم نقتلك ما هو الزهمون قال لك الحاجه كي تجي مالحه ديري فيها حبه تاع البطاطا ايه تنحي لك هذيك الملوحيه تكون مالحه ولا ما تنحى روحي فتتي نديرو نص البنات جامبو جاجه تاع الدجاج باش نديرو لوغو. البرمه تاعك ديما تقليها على نار هاديه باش يطيبوا المكونات قالش هذاك براحتهم كلشي يمتزج مع بعضه يمتزج هاي ها واش دي تاعك الماء سخون دير شويه برك بوك فاش رجعت المرقه ديالنا رجعت حمراء شويه خليها تتقلى حبيبتي هكا غير ما تعبر انا شنو غير من بعد. ها هي مروحي واش رايحين نديروا لهنا دارك ما دوكا واش راح تجيبي ديري قولي لي نداوي الدجاج تاعي راح نداوي كل دجاجه تاعي ها هو كي رجل هي رجل تاع الدجاج راح نداويه ندير له الثوم ندير لهم ندير له شويه فلفل كحل غير الدجاج هو يشري فلفل كحل فلفل العكري الحار شويه
شوي فلفل اصفر، شوي زنجبيل، باش تحلو الريحه على الدجاج، شوي كزبرة. فلفل ماهو شحار، شوي زيت، ملح، ها ماركي، دوك راح ندير معاك، ها شوفي البنات كسيدي، ها هو كي البنات، ها هي دوك درتو نسلتو من هذا، ها هو كيفاه خليتو، نسلت هذا، ها هو كيرجل، وهذا راهو الزر، ها. زينو زدت حنايا فيه بزاف. حنا فيه بزاف، أنا ما عنديش زوج رجلين فرزت الزر، وهذا رجل وهذا الزر، دروك راح نديرو التوابل نتاعو ها هما كي، هنا طول، باش ما تكونش فيه الريحة نتاع الدجاج. هذا كلش الواحد ما يقدرش ياكل. اوكي شوفي درت مع الروز، ومن بعد دوك راح نديرو اللحم المرحي، ومن بعد نزيد يا مامي هي هكاك، ومن بعد نديرو الفرماج. المرقه تاعنا نحسبها هي كي طابت، ندخل الفرماج. بسم الله، من بعد صافي تحكميه بالخيط ولا نديرو في الألمنيوم، نديرو في النيلو. زيد ياما ديري الفرماج لهذاك، هذا نديرلو منه، رجع واحد البرد، واش نقولكم، بربرو وزيدو عاودو. شتي الفرماج نكمل اللول، روحي هي صارت موت على الفرماج، الروح والعقل تاعي في الفرامج أنا. هاكاك ودبرو، دوك تعدلو العبداوية وتنعتلكم. هاي ورق الشفاف نديرو اللعنة، ها هو نديرولو ها هو نتاعي، ها هو هاكي، هاكا نديرولو، بعد نقصو، هاتي يما اللي غمثولك مليح باش يتحرك واحد، ها باش ما يتحركش اصلا، نزيدولو واحد ها. خلنا زوي ما دينا سنج. ها نضفر ليه طال مليح البنات، إذا شتوه ناقص نزيدو له. ها نعملو هاك باش يطلبو مليح باش يبان كعشير. هكا كرديتك عبارة يا أختي باش تجي ياك عبارة كي تقصيها تجي على كرامة. شوف باش تطيب، شوف شو مستوي، شوفوا تاع العبداويه، شوفوا انا كيستفدت كرديتي يالف بزاف، اي هكا ما باش يطيب، زيد عليه زيد، هيا دوكا نربطو ونروحو نجيبو في الورق ملي في الورق الورق تاع الالومنيوم، نزيدو له بثور البنات ونشعلو الفور تاعنا على 180 درجة ونحطوه يطيب. هذا الزايد هذا نحيو البنات هي مزيدة لي، أي شوفي كده زيد طايت خشان، شوفو شوفو هاي، شوفو نرفع عليهم نشوف
ما تخليش تصليتي. صح كريم ماما اليوم هذا الشيء هو انا اللي جيت ما عملتش حد غير اسم رولي تاع الدجاج. رولي رولي تاع الدجاج هاي ما عندناش الحب غالي مش غالي البنات. ها هو كيفما راكم تشوفوا درنا زوج طراف واش راح نجيبو نجيبو البلان تاعنا نلوحو فيه شويه ما ونطيبو في هكا ما عندك الملا ما فلاخر هاي في البلان ها من بعد نرجع لكم البنات. دروك البنات راه باكي يعني درت الماركا انا لحت الزيتون لحت الاخر شامبينيو شامبينيو هذا بلاك فيه يقولوا له فيتر فيتر اما فيتر يعني انا نقولوا فيتر فيتر زدت لحت الزيتون تقولوا له بشويه يقرص لنا الماركا ها هي كي درتها خاطرات درت زيت شويه نطفيها نقصوا العطار بلاك ما تشربش ومن جهه اخرى من جهه ها هو كي هاني راح نحط هنا نحطوه في الماء يطيب دوكا بعد نحيو ونحلوه ونعاودو نشعلو له من الفوق باش يحمر. هنا حطينا الماء سخون ها الماء سخون ها هو كي طيب في الماء طاب ها هو كي ها سخون هاكي زيتون 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 البنات حنا حنطينا قريب في المقله البنات ماناش حنحطو في لا ماناش حنحطو في الكوزينه هاكي هادي سخونة بلادي هنا كنشوفو ها هو البنات بنات كي طاب قلينا الرولو تاعنا المرقه تاعنا ها هي ها هي كي المرقه ها الرولو لوح يا ما سكي دروك نسكي المرقه اجي قلي ميم صاي كملتو ها بنات دوكا واش راح نجيبو حنجيب الرولو تاعنا كيما تشوفو نبداو نقص فيه جيبو البنات المنشار باش تقدرو تقصو شوفو كيفاش جا راكم تشوفو فيه ديري ديري كبير ديري ها هاكا الاول هكذاك باش يجي ما يتفتتش ها نعطي له ماما ها دوك يا البنات فطوركم البنات واش ديروا واش ما ديروا اليوم احنا درناه هاني درت الكسره ها هي كي الطابله وجدناها هاي درت لكم هذاك الرولي هذاك تاع الدجاج الفخان تاع الدجاج جا بنين الله يبارك جا بنين يهبل درنا هادو لي بولوفون درتهم ساره من بعدكم تلقاهم في القناه تاعها هاي ودرنا جاري هذه هي الطابله تاعنا هذه هي الطابله تاعنا البنات اليوم ماني مريضه شويه ولا ماني عيانه عييت نهضر طول الرولو اللي درنا او مليع الكيف ولا درناه تاع اقتصاد ما يعني الحومات ولا شحومات ولا درناه قدنا بنتي ما شحن رمضان قد رمضان قدنا قد حالنا حالنا وكل شهر تاعنا درناه بالطرف اللحم واش راح نديرو ربي هنينا ان شاء الله ويعطينا ربي صحتنا برك الا الماكله كلش كلينا كلش ما كلينا كليتي ولا خليتي ولا ما درتي بقاو على خير يا بناتي وصحه سحوركم البنات صحه سحوركم صحه رمضانكم صحة